المرض على الهواء والخض على الهواء. الحمد لله عندي شوية مشاكل كده في القولون والأمعاء، إن شاء الله ربنا يستر وتعدي على خير. ده حصل لي أثناء تصوير البرنامج، وفي الغالب أنا إنسانة حمولة يعني، فقعدت أقول لهم لا هكمل لا هكمل لحد ما فعلا لا ما قدرتش يعني، جت عربية الإسعاف ما كنتش فعلا قادرة أدوس حتى على الأرض، والحمد لله على كل حال. والله يعني هي حاجة مش مميتة بس حاجة مؤلمة، هتقعد فترة شوية، العلاج هياخد وقت شوية، بس الحمد لله على كل حال. الله يسلمك.